في مستهل هذا الاجتماع حضر السيد رئيس الحكومة في كلمته من الترويج للأخبار الزائفة بخصوص انتشار فيروس كورونا، كما جدد السيد الرئيس أن بلادنا إلى حد الساعة محمية ولم تسجل سوى حالتان قدمتا من خارج الوطن وتتواجدان حاليا تحت الرعاية الصحية المركزة، كما أن الجهات المعنية والمختصة سواء وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو الجهات الأمنية تقوم بالتحريات اللازمة لحماية المواطنين وتتابع الوضعية الصحية لجميع من كان في اتصال مع الحالتين المذكورتين. وعبر السيد رئيس الحكومة عن أسفه لزيادة انتشار نسبة الأخبار الكاذبة سواء تعلق الأمر بالأخبار المكتوبة أو الوصلات أو الفيديوهات أو وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا أنها أخبار مختلقة تؤثر سلبا على استقرار المجتمع وأمن المواطنين، مشيرا إلى أن الجهات المختصة حريصة على التواصل الفعال بهذا الخصوص، كما أبرز أن هناك مسؤولية مشتركة في مواجهتها، في إشارة منه إلى مسؤولية الحكومة من خلال التوضيح المستمر ونشر المعلومات الصحيحة والمدققة بنظام وانتظام من جهة ومسؤولية الإعلام من جهة أخرى. والتمس السيد الرئيس من كل من لهم صفحات على الفيسبوك أو على مواقع أخرى من شبكات التواصل الاجتماعي أن يتحروا صحة الأخبار الكاذبة قبل نشرها وتداولها، لما لذلك من تأثير خطير على الاقتصاد وعلى حركة المجتمع، وبالتالي فإن محاربة مثل هذه الأخبار واجبة، كما شدد على أن الجهات المختصة ستحرك المتابعة القضائية ضد كل من يروج هذه الأخبار الكاذبة ويتسبب في نشر الذعر بين المواطنين. ولاحظ السيد رئيس الحكومة أن الحالة الوبائية الحالية في بلادنا في وضعية عادية وفي نفس مستوى أغلب دول العالم، ولكننا في المقابل مستعدون للتعامل مع أي تطور، وهناك سيناريوهات محددة لذلك وفق المعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية التي يوجد معها تعامل وتعاون مستمر مع إخبارها للقيام برد الفعل المناسب عند تسجيل أي طارئ. وفي هذا الصدد أوضح السيد الرئيس أن القرارات تتخذ حسب مستجدات الوضعية الوبائية، وأوضح على سبيل المثال أن من عدد من التظاهرات أو تأجيلها يدخل في إطار منسجم مع الوضعية الحالية، موضحا أنه في حال تحسن الوضعية إقليميا ودوليا ومحليا ستعود الأمور إلى وضعها الطبيعي، ومذكرا في ذات الوقت على أهمية اتخاذ وسائل الوقاية التي تنصح بها وزارة الصحة العمومية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.